ثروه الحياه. طيب خلينا نتكلم انه مثلا هل في حالات يا دكتور، يعني حضرتك برضو استاذ كبير ودرايب اللي انا بقوله، هل في حالات ممكن ما يبقاش علاجها عندي؟ هو حضرتك في المجمل معظم الحالات بتتعالج عندنا. ممتاز. معظم الا ما نظر اذا كان في حاجه بس، وغالبا برضو يعني ايه يعني ما هياش كتيره قوي، يعني تعد على اصابع اليد الواحده على مدار السنه مثلا. ما افتكرش ان انا حاولت اكتر من حلقه او حالتين لبره. بتبقى حالات نادره المكان بالظبط كده. لان ما شاء الله احنا عندنا كل الامكانيات المتاحه اللي موجوده، وتضاهي اي مركز طبي متكامل في الشرق الاوسط. عالمي طبعا. انا شفت الاجهزه وحبينا نجيب، انه مش كلام احنا جبنا وصورنا، ويا ريت يا جماعه برضو تعرضوا لنا، يعني برضو طول ما احنا بنتكلم اعرضوا لنا الحاجات دي عشان برضو نوري الساده المشاهدين، ومش كلام على ورق، لا الدكتور بيتكلم كلام حقيقي. نخبه من الاخصائيين العلاج الطبيعي اللي على مستوى عالي جدا جدا، كلهم ماجستير ودكتوراه ومؤهلين جدا واهلاويه جدا طبعا. طبعا ده حضرتك قلت لي انا بختارهم بالفرازه. طبعا دي تدريبات فريق كره اليد سيدات اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. بالظبط في الجيم. طب قول لي يا دكتور، اختيار الاجهزه اللي موجوده، انا دخلت لقيت الحمد لله ما فيش عضله مش متغطيه. بالظبط كده حضرتك، احنا بنعمل سلك، بنختار كل الاجهزه اللي تناسب كل عضله في جسم الانسان. ما شاء الله. ومش بس كل عضله في جسم الانسان، وكل رياضه بتمارس داخل النادي الاهلي. يعني ليها شغلها وليها الاجهزه بتاعتها اللي تنميها، سواء كان اطالات او تقويات او اعاده تاهيل او ما بنسميه اللي هو التوازن العضلي للاعبين واللاعبات. التمرين ده بالظبط اللي هو بينزل بيبقى دي مهمه جدا للعضله الاماميه، وازاي ان هو لو حصل له اي تورشن او اي حاجه يبقى الركبه فيها ستابيليتي. بالظبط، ويبقى في توافق عضلي عصبي. طب يا دكتور، الجيم اللي احنا شايفينه ده في اهل الجزيره تمام كوبي بيست في الفروع كلها ولا في اختلافات؟ لا هو نفسه، هو نفس الاجهزه ونفس الشركه اللي مورده هنا. ما شاء الله. بنفس الصيانه بكل حاجه، بنفس الجوده بكل شيء. نفس الجوده. عضو النادي الاهلي كابتن هيثم بتدلع في اي مكان ولا تمييز، يعني هو عضو النادي الاهلي وبتاع الجزيره، هو نفسه بتاع مدينه نصر وبتاع الشيخ زايد، هو نفسه بتاع التجمع. ده حقيقي، وهو يستحق الجمله المميزه بياخد نفس الخدمه، مش يستحق ان هو يكون في هذه الخدمه المميزه. طب دكتور خلينا نتكلم، انه حضرتك طبعا بالتنسيق مع دكتور محمد شوقي طبعا في مجلس الاداره، اكيد عندكم خطه، يعني بلان في الفتره اللي جايه، ايه اللي محتاجينه، ايه اللي احنا مثلا شايفين ان احنا عايزين نطوره، لا احنا كده كويسين، لا يعني كلمني. يعني طبعا من حسن حظنا الحمد لله ان الدكتور احمد كان رئيس اللجنه الطبيه، وهو الان عضو مجلس اداره، فاكيد هو هيبقى صوت اللجنه الطبيه في مجلس الاداره. ده من حسن حظنا احنا. طبعا. وعايز اقول لك على حاجه دكتور، عايز اقول لك حظنا واللاعبين، اقول لك على حاجه كمان معلش انا اسف بقطع حضرتك، وده كان اختيار القايمه مع الدكتور مع كابتن محمود الخطيب، بيبقى اختيار ليه اهداف وابعاد يمكن بنعرفها بعد كده. يعني هو كابتن محمود الخطيب، وشفت له انا احد الحوارات وركزت كويس جدا في كلامه، انه دايما هو اختياراته هو شايف داخل على فتره معينه محتاج ان فلان او علان او ان كان في قائمه الرؤيه. كابتن هيثم الله ينور عليك. هي دي الرؤيه، يعني الانسان لما يكون عنده رؤيه يقوم يشوف اللي ما بيشوفوش الاخرين. والاخرين يشوفوه بعدها بشويه يقول صحيح. الله ده كان صح. صحيح كان معاه. طب قول لي الملف بقى، قول لي انتوا بتفكروا في ايه؟ هو اول اولوياتنا دلوقتي هي برضو ال الوحده برضو الممثله اللي هتكون في التجمع ان شاء الله باذن الله. ممتاز ممتاز. وبنوسع هيكله، بنعمل حاجه اسمها اعاده هيكله للمنظومه كلها، بحيث اللي حضرتك شايفه دلوقتي ده يعمم بقى على جميع الافرع سيستميكالي، بقى يبقى ماشي موضوع سيستم. ده سيستم النادي الاهلي، ان كل مكان في وحده علاج طبيعي، في وحده تاهيل، في وحده سمنه ونحاسه، نفس الشكل ونفس كل شيء. ولسه بنضيف ليه بقى استشاريين تغذيه كمان. الله. لا دي جديده. دي انفراد لينا بقى، لانه انا كنت لسه انا رايح في الحوار للحته دي، بس انت جبتها بدري شويه يا دكتور طبعا بفتنه حضرتك المعهوده يعني. الحمد لله. لازم ماشي موازي ده التغذيه. بالظبط كده، فهيبقى في ان شاء الله استشاريين تغذيه علاجيه، واستشاريين تغذيه يعني رياضيه كمان. الله. يعني حاجه للاعضاء وحاجه للعيبه البروفيشنال. بالظبط كده. وده الملف اللي مع الدكتور محمد شوقي دلوقتي ان شاء الله باذن الله، وهنبحثه معاه وباذن الله هنوصل فيه لحاجات كويسه، وهيبقى حاجه تشرف النادي الاهلي وتشرف مصر كلها. كلنا ثقه ان هيتعمل احسن حاجه من غير انا يعني ما بتكلم كتير. لا اطمن، انا عندي ثقه ومطمن ان احسن حاجه تتعمل. طيب ان شاء الله. هروح لموضوع مهم، وهي الاجهزه دي كلها. دايما النادي الاهلي ليه زي ما بيقولوا رساله قوميه، مش بس ان احنا النادي الاهلي، ان احنا في النادي الاهلي بس اعضاء ولاعيبه، ولكن اكيد بيجي لك لعيبه منتخبات،
اجي لك لعيبه منتخبات مصر ممكن يحتاجوا استشاره، يحتاجوا استعانه بالاجهزه الجديده، هل حصل مع حضرتك الفتره اللي فاتت كده؟ بالفعل حصل في السنين اللي فاتت دول، لاعبين كتير جدا من جهات كتيره من وادي دجله ومن اكتر من نادي يعني، الحقيقه افدناهم برضو بخبراتنا واستفادوا من المكان، وده ممكن برضو عايز اقول ان هو ممكن يكون مدخل لنوع من البروتوكولات تكون موجوده ما بين الانديه، لان الفايده الطبيه لازم تعمم مع الكل.